من الحاجات المشهورة بيها تركيا هي القهوة التركي. النهاردة اكتشفنا مكان للقهوة، هو مش بس بيقدم القهوة، هو كمان مصنع تقدروا تشوفوا فيه مراحل تصنيع القهوة. إسبريسو لاب، وده يعتبر أقدم وأكبر فرع موجود في اسطنبول وموجود في منطقة زيتون بورنو. ريحة المكان بتاخد العقل، عنده بن مطحون وعنده بن عادي، تقدر تختار البن اللي انتوا عايزينه، والأسعار هناك متوسطة. القعدات كلها عنده تجنن، ممكن تقعدوا بره، ممكن تقعدوا جوه، ممكن تقعدوا وسط ريحة القهوة، بس كل الأماكن تحفة. كمان عنده حاجات حلوة قوي للفطار، في حلو وفي حادق، عنده كرواسون، ساندويتش، توست، كمان في شوكليت كيك وتشيز كيك وتارت، والحاجة كلها بتكون فريش لأنها بتتصنع هنا برضو. احنا اخدنا ايس وهوت كارميل لاتيه، والاتنين كانوا حلوين جدا. بنصحكم تيجوا المكان وتقضوا فيه يوم، وبجد هو ريكومندد جداً.